توريا الشاوي تولدات توريا الشاوي في 14 دجنبر 1937 بحومة القلاقليين بمدينة فاس، وهي طفلة كانت كتعجبها تلعب بالألعاب الميكانيكية الصغيرة بحال الطيارات. الأب ديالها كان مهتم بالدراسة ديالها، داكشي علاش غادي يجيب لها أساتذة الفقه والنحو والتاريخ للدار باش يقريوها. في سنة 1944 غادي تنتقل لمدرسة النجاح، وهي مدرسة حرة تابعة لحزب الاستقلال. غادي تحصل فيها على الشهادة الابتدائية سنة 1946. وفي الصغر ديالها كانت صابت واحد المرض في الرئة ديالها، غادي يديها الأب ديالها لعند طبيب اللي غادي ينصحو باش يديها للمطار وتركب في الطيارة باش تحلق بها في ارتفاع عالي باش تشافى. وداكشي اللي كان، ومن هذيك اللحظة غادي تزرع فيها حب الطيران. في سنة 1949 غادي تلتحق مدرسة الأجنحة الشريفة للطيران اللي كاينة في تيت من الليل. غادي تدرس في هاد المدرسة رغم أن الدراسة فيها غتكون صعيبة بزاف، حيث المدرسة كانت فقط ديال النخبة الفرنسية اللي ما غاديش يتقبلوا أن مغربية ومرأة في هذيك الفترة غتكون كتقرا معهم في المدرسة. ورغم نظرات العنصرية غادي تكمل الدراسة ديالها، ولدرجة أن نهار الامتحان غادي يختاروا لها واحد النهار اللي غيكون فيه الجو خايب، فيه الغمام وفيه الريح. رغم ذلك توريا الشاوي ما غاديش تسلم، وغادي تطير بالطيارة ديالها وغادي تنجح في الامتحان وتحصل على شهادة ديالها، شهادة في الطيران. وكتقول على هاد اللحظة في المذكرات ديالها: لقد عشت يا أبي أسعد لحظة في حياتي، وحين كنت ممسكة بزمام الطائرة لم أرى إلا ضبابا في ضباب، ولكني كنت حذرة أشد الحذر، كنت أحسب نفسي كطائر أشارك الطيور في فضائها وأستمتع بالحرية الكاملة. غادي تلقى التهاني من عند شخصيات بارزة محلية وعالمية، ومنهم الملك الراحل محمد الخامس اللي غادي يستقبلها. وفي يوم من الأيام وهي راجعة من رحلة مع العائلة ديالها كانت دوزتها في إسبانيا، غادي تاخد طائرة من مطار مالاغا. في مالاغا غادي يشوفها ربان الطائرة لابسة ديك اللبسة ديالها، ديك البدلة ديالها ديال الطيران. وهي لأنها كانت في سن صغيرة، كانت عندها ديك ساعة 15 سنة، غادي يحسبلو هذيك اللبسة فقط كيلبسوها الأطفال الصغار اللي كيفرحوا بهاد المهنة هذه. وغادي يسولها وغادي يكون غادي يتفاجأ ملي غيعرف أنها ربانة الطائرة في عمرها 15 سنة، وغادي يطلب منها ترافقو وغادي تقود الطائرة بنفسها. وغادي يخبر الركاب بهذا الإنجاز اللي دارته توريا الشاوي اللي غادي يهنئوها وغادي يفرحوا بها. وملي رجع محمد الخامس من المنفى غادي تعبر على الفرحة ديالها، وغادي تركب الطيارة ديالها وتبدأ تلوح المناشير فرحة بعودة الملك. هاد النجاحات غادي تخلي أنظار الحساد عليها اللي غادي يحاولوا يقتلوها. تعرضت خمسة المحاولات ديال الاغتيال، مرة زرعوا لها قنبلة حدا دارها، مرة حاولوا يطلقوا عليها الرصاص، ومرة حاولوا يختطفوها، لكن في الخامسة غادي ينجحوا. في الخامسة غتتزامن مع ليلة الإعلان على الاستقلال، لغد لي كانوا غيعلنوا على استقلال المملكة المغربية. غتشارك في واحد الحفل وهي راجعة هي والأخ ديالها صلاح الشاوي، غتهبط من الطوموبيل ديالها هي وخوها، وغيجي واحد من الخلف ديالها وغادي يطلق عليها الرصاص وغادي يقتلها. هاد اللحظة اللي كتحضر لها الأم ديالها اللي كانت كتطلب من الشرفة ديالها وغادي تبقى تغوص، الأخ ديالها غادي يعيش واحد الصدمة، كيقول بأن ديك اللحظة ما توقعش أنها تكون لحظة ديال الاغتيال، كان كيظن أن فقط شي حد
كيمزح معاهم، ولكن هي غتكون اللحظة ديال المقتل ديال توريا الشاوي في 1 مارس 1956. وفي اليوم الموالي غادي تشيع الجنازة ديالها في حضور آلاف المغاربة اللي غادي يحزنوا عليها، وغادي يحزنوا على مقتل هاد المرأة اللي كتعتبر مرأة رائدة مفخرة للنساء المغربيات باعتبارها أول ربانة عربية إفريقية كتسوق الطيارة، وكذلك من القلائل في العالم اللي كيسوقوا الطيارة، لدرجة كاين اللي كيعتبرها أنها هي الثالثة عالميا في النساء اللي غتقود الطائرة في هذيك الفترة. وزيادة على هذا الشيء هي في سن صغيرة 15 سنة، وحتى المقتل ديالها كان في سن 19 سنة. المقتل ديالها غادي يبقى لغز حي الكثيرين، حيث كاين اللي غيوجه أصابع الاتهام لضابط المخابرات اللي كان طلب الزواج منها ورفضات، وكاين اللي غيوجه أصابع الاتهام للفرنسيين اللي كانوا رافضين يخرجوا من المغرب. قصة الحياة ديالها غادي يوثقها الكاتب المغربي عبد الحق المريني بطلب من الأب ديالها اللي غادي يزودوا بالمعلومات وبالصور. وهنا كتكون نهاية ديال هاد المرأة، هاد المرأة اللي غتبقى رمز للطموح، رمز لتحقيق المستحيل.